كما خلية النحل هذه يعمل المستوطنون في أراضي حي وادي الربابه يستبيحون كل جزء فيها، فنجدهم هنا يقومون بأعمال حفر وهنا ينقلون الأخشاب، أما هنا فيزرعون أشجارا دخيلة على الحي، حتى الحجارة يعيدون تشكيلها. هذا أنا بتخلى عن أرضه، ولو أهلنا بتخلى عن أرضه، ملكنا هذا ولا عم نموت. علمنا ان هالارض هذه يعني بتعمل ثمرات، يعني طعم العيله زي الزيتون، زي ربابه اللي الشاعر اللي هي كمان بدوي طبعا، هي كمان بس كمان من نوع معين تبع البدو، وكمان الرباب مجموعة، يعني ربما كان هو الوادي يجتمع الناس وهم رايحين على طريق على باب الخليل. في الجهة الغربية من بلدة سلوان يقع حي وادي الربابة على مساحة 200 دونم. كان الحي عبارة عن أراض شجرية زرع فيها التين والزيتون التوت والبلوط، المئات منها حرق وقطع، ويتهم الأهالي المستوطنون بإخفاء آثار هذه الأشجار في محاولة لقطع صلة السكان بأرضهم، لكنهم لم يستطيعوا إزالة شجرة الزيتون هذه الثابتة جذورها هنا قبل الاحتلال. طعوا من جذوره شايف كيف يحرقوا للناس عشان الناس ما تيجي تجد شجرها يعني وتجد يعني أراضيها، وهذا ويطحوهم عشان يصادروا أراضيهم. حتى كمان من أول المفرق لهون شفت كيف الشجر قصينه من جذوره عشان الناس ما يعني ما تتمسك بأراضيها وما تحب أراضيها. في سبعينات القرن الماضي أعلنت سلطات الاحتلال تحويل أراضي الحي إلى حدائق توراتية، أي أراضي خضراء، وبالتالي حولت لسيطرة سلطة الطبيعة، ويحرم أصحابها من استخدامها بمنع البناء والتوسع، ويمنع الزراعة فيها أو استخدامها. في المقابل يسمح للمستوطنين بفعل ما يشاءون فيها. حتى قبل قرارات المصادرة كانت سلطة الاحتلال تمنع الأهالي من الزراعة في أرضهم، فقط يسمح لهم بقطف ثمار الأشجار. هذا أرنا بدر رعب عشرين دولم زروعة كل يتها يعني، وما حاطين أكل من زيتوني بس فيها الأرض. كان أبوي يعني هو يعني ملزم فيها، شايف كيف؟ وأنا يعني كملتها، أنا يعني كل يتها الحياة كملتها. ما بك مزروع الزرع، الزرع هذا مزروعة من أباتنا وأجدادنا من البغيل، ويعني وسوي كل شيء تمام، وصير أحرطها الأرض كليتها، أقعد يومين ونحرطها. كالنار في الهشيم تتغلغل مشاريع المستوطنين في الحي، فاستولوا في البداية على منزل بطرق ملتوية، باعه من لا يمتلكه، وحول لمطعم بغية جذب السياحة الاستيطانية، ومن هنا كانت نقطة الانطلاقة لالتهام المزيد من الأراضي، فشقوا له طرق خاصة ومواقف. مشروع الجسر المعلق يصل المطعم بمنطقة النبي داود، حيث يخرج السائح والمستوطن من المنطقة ويصل لوادي الربابه. وتعمل الجرافات هذه الأيام في حفر أساساته، فيما سيتم افتتاحه في أيار العام القادم في ذكرى احتلال القدس. مشروع القطار الهوائي الذي ستحط أعمدته في وادي الربابه، ومن المقرر بناء محطة للقطار في الحي. مشروع المسار التلمودي ينطلق من حي وادي حلوة مروراً بعدة أحياء في سلوان وصولاً إلى أقصى حي وادي الربابه بركة السلطان. مزرعة في الوادي
أحد المشاريع الجديدة التي نفذت في الحي أطلقته جمعية العادي الاستيطانية، وتعهدت بإطلاق تجربة زراعية خاصة تشبه تجارب المزارعين القدامى تماماً كما في العصور القديمة، وذلك بهدف جذب المستوطنين. فنجدهم اصطنعوا مزرعة في وسط الحي، جلبوا إليها الحمير والدجاج والبط والنحل، يقومون هنا بتنشيف الحبوب وأوراق الشجر، ويزرعون هنا أشجار استوائية ونخيل وقصب السكر والخس وأشجار زيتون جديدة ومعصرة قديمة لصقها الاحتلال بالمكان. وتحت شجرة الخروب هذه وضعوا جلسات قديمة، ويعج المكان بالأدوات التراثية والأواني القديمة في محاولة لإثبات أحقيتهم بالأرض منذ القدم. لم يحتلوا الأرض فقط، بل سرقوا المياه أيضاً، فشلال المياه هذا يأتي عبر المضخات التي تسحب مياه عيون بلدة سلوان، ويستخدمها المستوطنون لصالح تغذية مشاريعهم الاستيطانية. وهنا خصصت مساحة من أرض مصادرة لزراعة عنب يشبه الذي يزرع في مزارع النبيذ، وهنا بنوا سلاسل حجرية خصص جزء منها لوضع الشموع خلال الصلوات. مشاريع نفذت وأخرى يجري العمل بها على الأرض، ومخططات قيد البحث ورصد الميزانيات. وكان آخر هذه المشاريع والتي بدأ العمل فيها رصد له 28 مليون شيكل لدعم الاستيطان ومخططات التهويد في حي وادي الربابة وتغيير طابعه الفلسطيني. لكن كيف يسيطر الاحتلال على كل هذه الأراضي؟ على مر السنوات الماضية صادرت سلطة الطبيعة نحو 99 دنماً من أراضي الحي تحت ذرائع وحجج مختلفة، منها بأنها أرض خالية غير مستخدمة مليئة بالنفايات ومهملة. لكن هذه الحجج تعتبر واهية، حيث أن الأهالي كانوا يحافظون على أراضيهم باستمرار. كما استغلت سلطة الاحتلال كافة القوانين القديمة والحديثة، بدءا من القوانين العثمانية إلى قوانين الاستعمار البريطاني في سبيل مصادرة أراضي الحي. فصدر بعضها بحجة قانون حارس أملاك الغائبين، وأراض أخرى استولوا عليها عن طريق بيعها من ضعاف النفوس، وابتدعوا وسيلة أخرى للسيطرة على مزيد من الأراضي تتمثل بزرع قبور وهمية لمنع استخدام الأرض باعتبارها مكاناً مقدساً. أما منازل الحي فمهددة بالإزالة بحجة أن الحي حديقة وطنية يمنع البناء فيها، وسيشرد ما يقارب 1000 نسمة ممن يعيشون في الحي. كما وشرعت سلطة الطبيعة بنصب مزيد من كاميرات المراقبة على أراضي وادي الربابة، وعدا عن المشاريع الاستيطانية يتعرض الحي لهجمة شرسة تتمثل في اقتحام أراضيه وتجريفها وإجراء عمليات حفر فيها والاعتداء على أهالي الحي وملاحقتهم. تركهاش أبدا، ما عملوش تركتها أبدا قطعية، جيب يعني حجار من هنا ومن هنا يطبخوا ويسووا أكل. جو يعني هذولا يعني جيراننا والله عجبوا عليهم، والله يعني الضرب اللي على رؤوسه هيك نفقوا. هنا بين حي العباسية ووادي الربابة كان يوجد مشنقة زمن الاحتلال البريطاني. انتهى الاحتلال وبات المكان اليوم بلا أي دليل على وجودها. تنظر هذه الطيور لمشاريع الاحتلال وتطير فوقها في إشارة لحرية قريبة. فسينتهي الاحتلال كما انتهى الاحتلال البريطاني، وستختفي آثار هذه المشاريع عن الوجود التي تتسابق مؤسسات الاحتلال على تغذيتها، من بلدية القدس وسلطة الآثار وجمعية الدفن وسلطة الطبيعة والحدائق وجمعية العادي الاستيطانية ووزارة التربية ترسل طلبتها للحي، والجيش يرسل الجنود، ووزارة شؤون القدس والتراث تعمل على نقل مجاني للمكان، وسلطة تطوير القدس تمول المشاريع.